نذهب إلى أمريكا اللاتينية، إلى فنزويلا، إلى رئيسها الذي توفي سنة 2013 ميلادي، توفي بمرض السرطان 5/3/2013 ميلادي، هيوغو شافيز. في زيارة له إلى إيران وتحديدا إلى مدينة مشهد، إنه يطلب العجلة من إمام زماننا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو أحمدي نجاد الرئيس الإيراني مع الرئيس الفنزويلي هيوغو شافيز. Saludar a todo el pueblo de Irán. در ابتدا میخوام تشکر کن از همه مردم ایران. Todo el pueblo de esta inmensa región. و واقعا مردم ایران توجه بسیار زیادی به خدا دارند. Rasadi. Y a toda la gente de Masad. و همچنین مردم مشهد هم به همین ترتیب. A todos los miles y miles, millones de peregrinos que vienen aquí. و تمامی میلیون ها میلیون زائری که به اینجا تشریف می آورند. A fortalecer su fe. همه اونها بر اساس ایمان و اعتقادات قلبیشون هست. A expresar su agradecimiento y sus deseos. و همه اونها خواست و نیات قلبیشون هست که برای زیارت به اینجا می آیند. Al imán Reza. برای زیارت امام رضا. Cuyo templo visitamos hoy de la mano de nuestro hermano el presidente Ahmadinejad. به مقبره‌ای که با حضور آقای احمدی نژاد امروز ما افتخارشون اینجا اومدیم و از نزدیک زیارتشون کردیم. Desde este lugar sagrado. این مکانی که بسیار مقدس هست. Como cristiano quiero elevar oraciones al cielo. من به عنوان یک مسیحی این احساس رو به خوبی دریافت نمودم. Por la felicidad, por la prosperidad de todo el pueblo de Irán. و عنوان یک مسیحی احساس قلبی خودم رو و تبریکات خودم رو نثار همه مردم ایران میکنم. Elevo mis deseos al imán Reza. من احساسات قلبی و احترام قلب خودم رو نثار امام رضا میکنم. Y a Jesús el Cristo Redentor. و میدونم که احساس حضرت مسیح هم احساس بسیار مثبتی در راستای احساسات امام رضا بود. Jesús, el crucificado y resucitado. حضرت مسیحی که دوباره زنده خواهد شد. Jesús y Mahdi. حضرت مسیح به همراه حضرت مهدی. Algún día regresarán tomados de la mano. یک روزی با هم دیگه جمع خواهند کرد و قدرت رو به دست خواهند گرفت. No murió Jesús. حضرت مسیح نمرده است. No murió Mahdi. حضرت مهدی نمرده است. Viven. هر دوی آنها زنده هستند. Regresarán. یک روزی باز خواهند گشت. Más pronto que tarde. چه زود و چه دیر. Para hacer realidad el mundo de la paz. به خاطر اینکه دنیای مملو و از عدالت رو واقعیت بپیوندند. El mundo de la justicia. دنیای پر از عدالت رو. Mientras tanto, como hoy nos decía el imán Khamenei. همونطور که امروز عصر امام خامنه ای به ما گفت که y como también lo dijo Cristo y me lo hizo recordar Khamenei. و اون احساس و مواردی رو که حضرت امام خامنه ای در خصوص حضرت مسیح به ما گفتن. Mientras más juntos estemos nosotros. ایشون به ما فرمودن که تا زمانی که ما دو تا رئیس جمهور با هم متحد باشیم و به همراه همدیگه باشیم.
en el espíritu y en el corazón. En la mente y en el alma. En el trabajo fecundo. En la acción humana. و در تمامی اقدامات انسانی که خواهیم انجام خواهیم داد mientras más juntos estemos و تا زمانی که اقدامات عدالت طلبانه را پیگیری خواهیم کرد más pronto regresará Mahdi خیلی زود حضرت مهدی ظهور خواهد کرد más pronto regresará Jesús خیلی زود هم حضرت مسیح ظهور خواهد کرد hagamos los que regresen و ما باید تلاش بکنیم که هر چه زودتر آنها ظهور بکنند. Uniéndonos de verdad como hermanos. و اینکه قدرت رو به واقع در دست بگیرند. Como hermanos. و دنیای دائم و پایدار از عدالت رو به وجود بیاورند. Elevo ese deseo. و امیدواریم که هر چه زودتر این تحقق پیدا بکند. هذا الحديث كان في مدينة مشهد بتاريخ 5/9/2009 ميلادي له حديث في عاصمته كاراكاس بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وذلك بتاريخ 28/11/2009 ميلادي هو توفي سنة 2013 رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني Santa para nosotros los cristianos auténticos Tierra Santa Ahmadinejad y estábamos recordando aquí que algún día dice el Corán regresarán Cristo tomado la mano del imán 12 Mahdi vendrán juntos Mahdi Y ese día habrá paz en el mundo. Habrá que pedirle a Mahdi y a Cristo que se apuren. Que vengan rápido. Que se apuren. Que vengan rápido. Cuántos peligros, Dios mío, sobre este mundo. En fin, yo creo que todas las luchas de todos los tiempos y de todos los lugares están concentrados en la Franja de Gaza hoy. Y en Cisjordania hoy. Allá se concentran todas las luchas de todos los lugares y de todos los siglos. Luchemos por Palestina. Es luchar por Venezuela. Es luchar por nuestra América. Es luchar por nosotros mismos. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتأكد المشاهدون بأنفسهم من تفاصيل كلام الرئيس الفنزويلي في عاصمته كاراكاس. Santa para nosotros los cristianos auténticos. Tierra Santa. Ahmadinejad y estábamos recordando aquí que algún día dice el Corán regresarán. Cristo tomado la mano del imán 12 Mahdi. Vendrán juntos Mahdi. Y ese día habrá paz en el mundo. Habrá que pedirle a Mahdi y a Cristo que se apuren. Que vengan rápido. Que se apuren. Que vengan rápido. Cuántos peligros, Dios mío, sobre este mundo. En fin, yo creo que todas las luchas de todos los tiempos y de todos los lugares están concentrados en la Franja de Gaza hoy. Y en Cisjordania hoy. Allá se concentran todas las luchas de todos los lugares y de todos los siglos. Luchemos por Palestina. Es luchar por Venezuela. Es luchar por nuestra América. Es luchar por nosotros mismos. لما توفي بالسرطان في 5/3/2013 ماذا نشرت وسائل الإعلام في العالم عن أحمد نجاد وهو يؤبن الرئيس الفنزويلي رجاء أعرضوا لنا ما جاء منشورا على موقع
فرانس 24 من حديث لأحمد نجات حيث يقول من أنه سيعود شافيس سيعود إلى الأرض مرة أخرى إلى جانب المسيح والإنسان الكامل. مثلما قلت لكم أنا لا أريد أن أناقش كلام أحد ولا أريد أن أعلق على كلام أحد هنا، إنما أعرض هذه المعطيات كي تعرفوا ماذا يجري حولنا في العالم. رجاء اعرضوا لنا صورة هذا الخبر على موقع فرانس 24. هذا هو الخبر، نجاد ينعى شافيس ويبشر بعودته إلى جانب المسيح والإنسان الكامل. هذه الصورة المكبرة، هناك صورة يظهر فيها موقع هذه القناة بشكل أوضح. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية. هذه صورة الموقع مع تفاصيل الخبر. نجاد ينعى شافيس ويبشر بعودته إلى جانب المسيح والإنسان الكامل. وعلى جريدة الواشنطن بوست، الجريدة الأمريكية المعروفة، أيضا ننقل الصورة من موقع الجريدة. رجاء اعرضوا لنا ما جاء من خبر بهذا الخصوص على جريدة الواشنطن بوست في موقعها الإلكتروني. ماذا كتب في عنوان هذا الخبر؟ أحمد نجات شافيس will return to earth. شافيس سيعود إلى الأرض، سيعود إلى الحياة مرة أخرى. هذه الصورة المقربة، رجاء اعرضوا لنا الصورة المبعدة. وهذه الصورة التي فيها تمام الخبر على موقع الواشنطن بوست، إنها الجريدة الأمريكية الشهيرة المعروفة.